السلام عليكم السماء، مرحبا بكم في كوزينة نعرف. السلام البنات، مرحبا بكم في قناة كوزينة نعرف. نهار ان شاء الله كنت بدير اني كنت باستلي سير عيد من ذاك كم تكيبي وتحت مالي. اليوم غنبدا معكم الحلوة ديال العيد. بقوا معايا تشوفوا المقادير. غالبا 130 غرام نوان، 125 غرام سكر، 60 غرام كاكاو بودر، 2 متجارين ايجن فاني يعني درجه تاع مقرنط، غاري شويه الخميره الحلويات ايجن 5 غرام، غاري 50 مليلتر من الزجاج اي اتامارس شوكولاتي. كالعاده البنات الوصفات غتلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف بخمسه ديال اللغات. الوصفات التافن تبرا في صندوق الوصف بخمسه اللغات. انا سنتجن الاناء اللي اسمه خاتم جرين سكوا. بسم الله. المتجارين غازن درجة الحرارة المطبخ، خذوا البيض اللي عندهم درجة الحرارة ديال المطبخ البنات. صافي تورنت مو يبدل اللون تخلط انت راه غيفسي السكر ديال التمجرين ندمج مليح. المهم انا غنورمو الخليط ديال الشمراوي كنبدوره. انا نخلطوا البيض والسكر حتى يندمجوا مع بعضياتهم، يعني حتى السكر يذوب والبيض يولي بهاد لا كولور يولي بيض ماشي صفر. بسم الله. دابا ندير كاكاو، ندير الخميره ديال الحلوه، سكر فاني، وعندي الزيت، نخلي سنانيا شوي شوي. انا غنديرها هنايا باش ندخلها للثلاجه لان هذا ما يوصلليش الثلاجه. غندخلها شي نص ساعه للفريغو البنات، راني غنجر وقت تج يعني بلا سنج واحد اللي ما عندهاش الوقت بحالي ديرها نص ساعه في الفريغو باش تشد لينا باش نكوروها، لان هكا ما نقدروش نكوروها. لا هاد الكيجنو زين ساعه في الفريغو يعني تجن تسنج مثلا ما تسوجن تشدير تجن غير اللي بلا سنج الصباح باش تكور انت كنت قريب. هناخد هنا بودرة سكر ولا سكر غلاسي باش نسيفف لان الخوص سمر كاع بزاف. المهم غناخد الكرات هكا فيهم شي 16 غرام هكا 15-16 غرام الماء. لا هاد التكلفة شحال غانا؟ خمسطاش نا خمسطاش شتا البنات فيهم هكاك شي 15 غرام الوحدة. هاد الشوكولاتي من سيدي راه راح تعقد 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 شواه نلقى في حرامي لا شواه نلقى صافي اكسي خشن يشتم عايز كاره حتى الشوكولاته انا بيسني الشوكولاته انا في الصباح هاي
صافي ملي كتشوفو راني خليت حتى سير بيناتهم لانهم كيكبروا عندي حتى سير جارسين لانها بالمغرب الخون ملي تكمل انا غير سوفوس ما خاص نعبص غير مضو شويه عندنا نصبو الطح نعاون محدا الطوق زنت ساعدو هما البنات باش يترتقوا غير شي شويه ماشي بزاف صافي يا البنات دابا ندخلوهم الفران اللي سخون على 180 درجه حراره بالمروحه شي 10 دقائق حتى 12 دقائق نسيو الفران اللي حنا 180 درجه حراره تشغلي فارفيره امني يجي لنا 10 مينوت 12 مينوت وخاصنا عليه صافي ديحنا مقنت حدنت امو غقيمنا غتصمو خصنا ما نمسوهمش البنات خصنا نخليوهم يبردو عاد ممكن نحيدوهم نخليهم يبردو على خاطر اسمها تاني تلا وصلتنا نهارها هاكا كانت الغريبة كاكاو أمويتس فهو سهل ماهل ولكن لذيذة شنو بس هستو دي سنية ثندر تيجا عاوتاني اللون السنية تبدا اللون يعني اخمي انتو يبصل شوية تشمرة تطس تاني تقاموش عزيز عمان تاع مو السنية نشد تز لذيذة مو يمسقى سكينة ويكن ديد عدخل مشتبل ان شاء الله ديك انت عجب لغوصات وانت تقجبت خفي تاع الرخبة طبعا كما قلت البنات هاد الغريبة ديال الكاكاو هكا كتجي خفيفة وما فيهاش تمارة واقتصادية بزاف ولكن عندها واحد المنظر زوين في السنية لما تزوقيها مع الحلويات ديال العيد ان شاء الله صحتكم وراحتكم باي باي